السلام عليكم، شو بير دي زاد كالعادة معكم. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن، الناس اللي راهم يابونوا معنا وراهم يدخلوا في القناة جدد معنا، نقول لكم مرحبا بكم. والناس اللي يعطونا في الآراء ثانيك نقول لكم حمر ليكم. واليوم بدون إطالة جينا نتكلموا على الأعمال الخبيثة اللي يديروا فيها كيما نقولوا حنايا. شاد تكلمنا الفيديو تاع في يومين، تكلمنا باللي قلنا لكم كاينه ضغوطات على الرابطات تاع الشرق من طرف الوزير، وضغوطات من طرف المستشار ورئيس الاتحاديه الجزائريه. شلنا كيفاش اليوم راكم تشوفوا غدوه ان شاء الله كاين اجتماع مع الرئيس مع الرابطات تاع الشرق. هذو الناس بداوها من الجهه تاع الشرق، علاه بداوها من الجهه تاع الشرق؟ علاه دير عليهم ضغوطات على باش يفوتوا معاكم لا للفندق تاع اللي بيتبنى، وهو لكرة القدم، ماشي الغايطة والطبل، ماشي بيصنعوا بيخترعوا فيه قريوشة، هذا بيخدموا بيديروه تابع لسيدي موسى، تابع المركز تاع التكوين. غدوة إن شاء الله أنت مي تروح تجيب لاعبين بيتكونهم، وين يباتوا تحت القناطر، وين تديهم يباتوا؟ بيتو بتاع الزيتون هاللي قلهم اوتيل. انت مي بنيت زاتشي، مي بنيت لاكاديمي تاعك وك بنيت اوتيل معاها، وين نسا بنيت لهم درت لهم لاطونت ولا يباتوا تحت لاطونت ولا وين ولا يدخلوا يباتوا؟ هذا الاوتيل تابع لسيدي المركز التكوين. كنتو تتكلموا على المدارس تاع التكوين 6 سنين وانتوما ماجر وهو وبالشيخ وبوحنيكة وجماعته، احنايا لازم لنا التكوين، كيف ما عندناش مخابر تاع كرة قدم تاع المنشطات، كيف منا كيف احنا دولة كبيرة كيف ما عندناش؟ حرام ما يبنولكم في لوتيل، لوتيل مش بيتبنوه، علاكم خايفين؟ مش بيتبنوا لوتيل دراهمكم؟ هاو بني لوتيل، هاو مالكم؟ احنا اليوم جينا نهضروا لاباط يا مسيو بالشيخ ويا ماجر، لاباط اللي كنتو تهضروا عليها لازم كنتو تقولوا لاباط اللي قلا شويه تكوين. ها راه ها راه زاتشي بمساعده المستشار تاعو راح قلع لكم لي سون فورماسيون اللي كانوا ينداروا، اللي كانوا غادي يتبنوا، واحده في سعيده، واحده في وهران، في مستغلين، في ورقله، في بالسكره، في غردايه، في قسنطينه، في عنابه، ثلاثه في الجي كانوا رايحين يتبناو، في بشار كانوا رايحين يتبناو لي سون فورماسيون هادو. اليوم زاتشي راه قلعهم، علاه قلعهم؟ كنتو نتوما تكلموا على لاباط، كنتو تلعبوها غايدينكم الشبيبه، زاتشي راه قلعكم تاع ايفانتيا بمساعدة المستشار تاعو، خاطش علاه قلعكم ايفانتيا في طوع باش يولي عنده فائض تاع اللاعبين ويولي يبيع لي زيكيب كيما يبغي هو. ناس هادو نكشفو حنايا، حنا نكشفو. انا كي نقول لك نجيب نهدر ما نخافش منكم نتوما. اما لا اليوم راهو غدوة ان شاء الله بيديروا اجتماع مع رؤساء تاع الرابطة، في طوع يضغطوا عليهم، في طوع يديروا لا للفندق. وحنا كيما نعرفوا هذا الزبزافي انسان خائن، خائن الامانه، اللي جابه السيد الحاج محمد راوراوا جابه حتى باش يخدم امن فيه، راه هو اللي دار ميكان الحاج محمد راوراوا، هو اللي دار البيلون تاع دار البيلون تاع لوتيل، شحال دراهم، شحال اللي قله مساحه تاع ارض، شحال منا، وسني عليه وجابه جابه جاب الملف الحاج محمد راوراوا حط له وقال له بلي هاوي تبناها شحال دراهم. الحاج محمد راوراوا وافق على لوتيل باش يتبنى من طرف الجمعيه تاع الاتحاديه الجزائريه، وافقوا. وهذا زبزافي اليوم، هذا الخائن اليوم شتا دار؟ راه يمشي مع مدان ويمشي مع ماجر وزتشي، وراه يهرس في اللي بناه الحاج محمد راوراوا، راه عارف كاع الخبايا، راه يهرس هو اللي يعطيهم كيفاش يمشوا باش يهرسوا، خاطش علاه نشعوه معاهم، عطاوه الدراهم، بغى الدراهم ونسى العمل اللي كان رايحين ننجحوا به من على 20 عام. الحاج محمد راوراوا ما كانش تاكل في ذا الدنيا يعيش قرن ولا يعيش زوج قرون. الحاج محمد راوراوا بغى يخلي الخدمه،
كيما البريزيدون، نعطوا امثله. البريزيدون راح لي اسمه بريزيدون تاع السيربي الله يرحمه، في الكاتروفانيف اشرى مركز في خروبه، شراه بامواله الخاصه. اليوم شوف السيربي كي راهي صايباته. الحاج محمد راورا بغى يخلي لكم، بغى يخلي الاستمراريه الناس اللي تجي تخدم، بصح انتم راكم تحطموا. ونزيدكم معلومه اللي ما على بالكمش بها، والشعب الجزائري ما على بالوش بها، راهم في خمس ايام مدان وزفزافي، راحوا لدبي، راحوا عند المركز تاع اديداس، بغاو يزيدوا ينيغوسو منا حتى ل 2020، طردوهم، قالوا لهم 2018 تكمل، قالوا لهم انتوما فاشلين. انتوما قال لهم انتوما الجماعه تاع الاتحاديه الجديده، قال لهم انتوما فاشلين، انتوما فاشلين، هيا طردوكم، قالوا لكم 2018 دبروا على روحكم. المجمع تاع اديداس في دبي، هذه معلومه انا على بالي بها. كاين اللي يضحك عليا يقول لك هذا ميج، انا معلومه على بالي بها. طردتكم المجمع تاع بريزيدون تاع المجمع تاع اديداس، طردكم، قال لكم انتوما فاشلين. انتوما شكون؟ راح مدان، هاو مدان معروف، داي كوب دي موند وداي الجزائر خمس خطرات الكوب دي موند، مي كان يلعب يعرفوها، يعرفوه خمسه باغي يبان ذراع. زبزافي قال لهم هو انايا اللي انت راك مع ذو روح، قالوا له روح دبر دبر، ديروا روحوا شوفوا واش ديروا، ماركه اللي ديروها روحوا ديروا ماركه تاع بغل هنا، ديروا ماركه تاع بغل، رفدوا ماركه تاع بغل معاكم، ديروا الجلد تاع البغال ومشوا بهم، تاع الحمير ومشوا بهم ضربوا. اديداس قال ربي تروح تنيغوسي معاه غير هاك، انتيا هاك حسب تبغيك الاديداس. اديداس الشخصيه تاع الرجاله هي اللي خلاتهم يجوا يفرضوا يراخوا ينيغوسوا معاهم، كنا قاضبين في البيما، ومن البيما جات الاديداس. سي محمد ها لاكوك، لاكوك اللي كانوا مخليينها، جا الحاج محمد راه رواه قاس لاكوك، قاسها الماركه تاع لاكوك قاسها، جاب النايك، جاب البيما وجاب الاديداس. شوفوا انتم اليوم غادي تروحوا، روحوا نيغوسوا مع لاكوك، روحوا عاودوا له لاكوك، روحوا روحوا جيبوا الديك، روحوا الديوكا، روحوا روحوا جيبوا الجاج، الراس تاع الجاج ديروه لهنا الجاج. هذه هي، وحنا قلنا لكم مؤامره اللي غادي تصرى، راهم يحزروا في الرابطات، هم عارفين باللي فشلوا فاشل فاشل اللي مكاش منا هذه الجمعيه هذه تاع ساتشي وهذا المستاش، مي فشلوا عاودوا ولاو الرابطه تاع الشرق، راهم يدوروا في مكاش ما يلقطوا تاع الصوت ولا زوج، والرابطات راه على بالهم، وقسنطينيين راه على بالهم، اجتماع غدوه ان شاء الله اللي بيديروه في قسنطينه. يا ناس تاع قسنطينه ما تدخلوش، ما حذو في ناس متاهات، هذو راهم رايحين المتاهات، ما تدخلوش قسنطينه، قسنطينه عندها شرفاء تاعها، قسنطينه نعرفوها تاع بنو باديس، قسنطينه نعرفوها كبيره، اما لا ما تروحوش مع هاد الناس اللي هم يجروا باش كاش مي يصور باش يدمروا يامات ويخونوا الدراهم اللي راهم في الاتحاديه. هذه هي، وتحيه الجزائر، ونبدا نقولوا تحيه الجزائر. هذه هي، هذا خبر اللي جبناه منكم تاع الاديداس، طردتهم، عندهم اجتماع غدوه ان شاء الله في قسنطينه. حنا نعرفوا قسنطينه مدينه تاع ابن باديس، مدينه تاع علم، مدينه منا اللي خاطيهم هذه المشاكل معاكم انتوما. وتحيه الجزائر، وربي يحفظكم، وتحيه الجزائر.